لقد أمضينا وقتا جيدا في فكرة الفضاءات الفارغة، وما سأفعله في هذا العرض هو تقديم نوع جديد من الفضاءات التي يمكنها أن تعرف المصفوفة، يسمى بفضاء العمود، ويمكنك أن تخمن ما يعني ذلك استنادا إلى تسميتها. لكن دعونا نفترض أن لدي المصفوفة A، لنفترض أنها مصفوفة M ضرب N. يمكنني أن أكتب المصفوفة A، وقد رأينا هذا لعدة مرات، يمكنني أن أكتبها كمجموعة من الأعمدة. إذن هذا الأول وهذا الثاني، وسيكون لدي N منهم. كيف لي أن أعرف أن لدي N منهم؟ لأن لدي N من الأعمدة، وكل واحد من هذه الأعمدة سيكون لدينا كم عدد المكونات؟ V1 وV2 المتجه 1 و2 حتى نصل إلى Vn المتجه N. هذه المصفوفة لديها M صفوف، كل واحد منها يحتوي على M من المكونات، إذن جميعها عناصر Rm. إذن فضاء العمود يعرف على أنه جميع المكونات الخطية الممكنة لهذه الأعمدة. إذن فضاء العمود A، هذه المصفوفة A، فضاء عمودها عبارة عن جميع المكونات الخطية لهذه الأعمدة. ما هي جميع المكونات الخطية لمجموعة المتجهات؟ إنها عبارة عن امتداد المتجهات. أي أنها امتداد المتجه 1 V1 والمتجه 2 V2 جميعها حتى نصل إلى المتجه Vn. وقد أنهيناها قبل التحدث لأول مرة عن الامتداد والفضاء الجزئي، لكنه من السهل توضيح أن امتداد أي مجموعة من المتجهات عبارة عن فضاء جزئي منطقي، إنه بلا شك يحتوي على صفر متجهة. إذا قمت بضرب هذا كله بالصفر وهو مجموع مكون خطي مشروع، سترى أنه يحتوي على متجه صفر. دعونا نفترض أن لدي متجه A، والذي يعد عنصرا من فضاء العمود A. هذا يعني أنه يمكنه أن يمثل بصورة مركب خطي. إذن A تساوي C1 ضرب V1 زائد C2 ضرب V2 حتى نصل إلى Cn ضرب Vn. السؤال الآن، هل هذا مغلق تحت إطار الضرب؟ إذا ضربت A، دعوني أفترض أني سأضربه بتدرج ما، أو S أنني أختار حرف عشوائي. إذا S ضرب A، هل هذا هو الامتداد؟ حسناً، S ضرب A تساوي S ضرب C1 ضرب V1 زائد S ضرب C2 ضرب V2 حتى نصل إلى S Cn ضرب Vn، وهو مرة أخرى مكون خطي لأعمدة المتجهات هذه. إذن SA يكون عنصراً من فضاء عمود A. وأخيراً، حتى نتأكد من أنه فضاء جزئي صالح، وهذا لا يطبق على فضاءات الأعمدة فقط، إذن هذا يطبق على أي امتداد، هذا في الواقع مراجعة لما فعلناه في الماضي، وعلينا أن نتأكد من أنه مغلق تحت إطار الجمع. لنفترض أن A عنصرا من فضاء العمود، لنفترض أن B أيضا عنصرا من فضاء العمود، أو امتداد جميع متجهات الأعمدة، ثم أن B يمكن أن يكتب بصورة متجه B، وهذا يساوي B1 ضرب V1 زائد B2 ضرب V2 وصولا إلى Bn ضرب Vn. وسؤال الآن، هل A زائد B عنصر من امتداد فضاء العمود، أي امتداد هذه المتجهات؟ بالطبع، كم ناتج A زائد B؟ A زائد B يساوي C1
زائد بي واحد ضرب في واحد زائد سي اثنان زائد بي اثنان ضرب في اثنان. إنني أضيف هذه العبارة إلى تلك العبارة حتى أصل إلى هذه العبارة، أي أن أصل إلى bn زائد cn ضرب vn، وهو كما هو واضح مركب خطي آخر لهذه، إن هذا بلا شك من ضمن الامتداد ولا يجب أن يكون مخصصا لA. المصفوف A عبارة عن طريقة لكتابة مجموعة من متجهات الأعمدة، إذن هذا يطبق لأي امتداد. إذن بكل وضوح هذا فراغ جزئي صالح. إذن العمود A بكل وضوح هو فراغ جزئي صالح. دعونا نفكر بطرق أخرى يمكنها تفسير مفهوم العمود. دعونا نفكر به بدلالة عبارة دعوني أحصل على لون جيد. إذا أردت أن أضرب دعوني أفكر بهذا. دعونا نفكر بمجموعة جميع القيم. إذا أخذت مصفوفة M ضرب N وضربتها بأي متجه X، حيث أن X عنصر من، تذكروا أن X عنصر من Rn، يجب أن يحتوي على عناصر من أجل أن تكون عملية الضرب معرفة بشكل صحيح. إذن X يجب أن يكون عنصرا من Rn. دعونا نفكر بما يعني هذا. هذا يعني انظر، يمكنني أن أخذ أي عدد، أي متجه N وأضربها بA، وسأهتم لجميع النواتج المحتملة، جميع القيم المحتملة لAX عندما يمكنني أن أختار أي X محتمل من Rn. دعونا نفكر بما يعني هذا. AX إذا كتبت A هكذا، وإذا كتبت X هكذا، دعوني أكتب بشكل أكبر، دعوني أكتب X هكذا، X1 X2 وصولا إلى Xn. ما هو AX؟ AX حسنا، يمكن إعادة كتابته ليصبح، وقد رأينا هذا من قبل، AX يساوي X1 مضروبة في المتجه 1 أي V1 زائد X2 مضروبة في المتجه 2 أي V2 زائد وصولا إلى Xn ضرب Vn. لقد رأينا هذا عدة مرات، سينتج عنه تعريفا لنواتج متجهة المصفوفة. الآن إذا كان AX يساوي هذا، وأنا أقول أنه يمكنني اختيار أي متجه X في Rn، وأقول أنه يمكنني اختيار جميع القيم الممكنة للمدخلات هنا، جميع القيم الحقيقية الممكنة وجميع مكوناتها الممكنة، إذن كم يساوي هذا؟ ما هي مجموع جميع القيم الممكنة؟ يمكنني أن أكتب هذه العبارة، هناك مجموعة من جميع القيم الممكنة x1 ضرب v1 زائد x2 ضرب v2 وصولا إلى xn ضرب vn، حيث x1 و x2 عبارة عن عنصر من الأعداد الحقيقية وصولا إلى xn. هذا كل ما قلته. هذه العبارة عندما أقول أن المتجه X يمكن أن يكون عنصر من Rn، فأنا أعني أن مكوناته يمكن أن تكون أي عناصر من الأعداد الحقيقية. فإذا أخذت فقط المجموعة من جميع المكونات لمتجه العمود هذا، حيث أعدادها الحقيقية ومعاملاتها عبارة عن عناصر من الأعداد الحقيقية، ماذا أفعل؟ هذه جميع المكونات الخطية الممكنة لمتجهات العمود A. إذا هذا يساوي الامتداد V1 ضرب V2 وصولا إلى Vn.
وهو ما يعادل مساحة العمود A. مساحة العمود A يمكنك أن تقول ما هي جميع المتجهات الممكنة أو مجموعة جميع المتجهات التي يمكنني أن أنشئها من خلال أخذ مركبات خطية من هذه الامتدادات هذه أو يمكنك أن تعتبره ما هي جميع القيم الممكنة التي يمكن أن يأخذها AX إذا كانت X عنصرا من RN دعونا نفكر بهذه الطريقة لنفترض أنني أريد أخباركم أنني أحتاج لحل المعادلة AX تساوي دعوني أكتب B هنا دعوني أضع B1 لنفترض أنني بحاجة لحل هذه المعادلة AX تساوي B1 ثم أريد أن أخبركم دعونا نفترض أنني أريد إيجاد فضاء العمود A وقلت أن B1 ليست عنصرا من فضاء العمود A ماذا يوضح هذا لي؟ يوضح أن هذا لا يمكنه أخذ قيمة B1 لأن جميع القيم التي يمكن أن يأخذها هي فضاء العمود A إذا لم يكن B1 من ضمنه فهذا يعني أنه يأخذ قيمة B1 وهذا ينطوي على أن هذه المعادلة التي نحاول حلها أي AX تساوي B1 لا يوجد لها حل لا حل لها وإذا كان لها حل لنفترض أن AX تساوي B2 AX تساوي B2 لها على الأقل حل واحد لها على الأقل حل واحد ما يعني هذا؟ حسنا هذا يعني أن هذا لX معينة أو ربما لعدة قيم لX بلا شك يمكنك أن تصل لتلك القيمة وبالنسبة لعدة قيم لX عندما تضربها بA بلا شك ستحصل على هذه القيمة وهذا يبين أن B2 بلا شك عبارة عن عنصر من فضاء العمود A بعض من هذا واضح إلى حد ما إن هذا أتى من تعريف فضاء العمود فضاء العمود عبارة عن جميع المكونات الخطية لمتجهات العمود وبتفسير آخر عبارة عن جميع القيم التي يمكن أن يأخذها AX إذا حاولت أن أضع AX لبعض القيم التي يمكنني أخذها بكل وضوح لن أحصل على حل إذا كان بإمكاني أن أجد حل فأنني قادر على إيجاد بعض قيم X حيث أن AX تساوي B2 ثم أن B2 بلا شك واحدة من القيم التي يمكن أن يأخذها AX إنني سأترككم هنا على أي حال أعتقد أن أصبح لديكم فكرة والآن لديكم على الأقل فهم مختصر لمعنى فضاء العمود وفي العروض القادمة سأحاول تجميع كل شيء نعرفه عن فضاءات العمود وعن فضاءات الفراغ وأي شيء لكي نفهم المصفوفة ومتجه المصفوفة الذي ينتج من كل اتجاه ممكن